يفرق معك؟ طلعنا من ذاك موكب في ذاك اليوم الحفل، نزلت من عند الشباب واروح مع الشباب، والله شفت يا ولد مستانس. عبد العزيز اخوي في دوره واعطاني موتره شو اسمه سيره ازرق، ما هو ازرق رمادي، واركب اخذ الجمس اخذ الشباب معي مستانس مبسوط لا اله الا الله. كتب على اللوحه قدام بسطه، كاتب عباره قدام واحط المهم يمشي. يوم قلت لي في الموكب، انا اخر واحد جاء الموكب وجهي الاول سيره، حط الدمام مقفل مقفل، اخر واحد جانا قدامي موكب، والله انها سيارات وباصات اللي راحوا مع زحمه الطريق. اطلع كتف يسار خبل، يوم طلعت على كتف اليسار قال لي امسكها مع الرمله اذا نزلت من الشارع، قال لا لا ما السرعه هناك كلهم ماشي 100 تجاوز ايه، عشان ايش؟ عشان الموكب يوصل مره واحده، ابغى اتجاوز وامشي واشد واشد واشد. يوم وصلت اول واحد قلت لي اول واحد، وادي اطل السوا بوف اصدم لي رنج رنج من الموكب الخوي حق الشيخ. الله يا رجال جاني صداع، وقفنا خربنا الموقف ومشينا ما ادري ايش اسال. يوم قلت احنا عند الحفل طالع قال يا رجال جاني الدنيا في درجولك، الله يبيض وجهك الله يبين وجهك. جاء في شيء احكوك ما جت دقه قويه جت طبعا هي ثلاثه مش رجعت اخر واحد. لا والله استمريت بلا يوم الحفل نفسه ناس من ربعنا ماخذين ثلاثه رنجات مستعجلين، طبعا اجال السيارات اللي بالدمام ولا في سياره من رنجات ولا غاز كلها راحت. يوم قلت يبغى لفيت اني اسبق بدخله في طعس لين يشب الموتور، خلي الموتور راح هات الصدمه عشان اسبك وما اسبك. الموتر رنج والله ما اخذها لليوم الثاني يسحبه وروح اسلمه. شوف اذا هنا سياره هناك وذاك سياره وذا هنا يوش من السيارات اكثر من الوادم. ان شاء الله انه يرجع مره ثانيه ذاك الحبل. والله ما ادري ما تدري عرسك في عرسك ان شاء الله باذن الله على طريق الرياض زواج. ابشر والله بسعدي والله العظيم يجيك صف من صبيان على بريت. نعم استانس معكم بريتي اللي قال لك هذا بريت يقول سلطان يقول لك مرتاح حجاجي على الله والله نجاك مرتاح حجاجي نفاع ومرتاح حجاجي على الله مرتاح حجاجي على الله مرسي اوي اوي انت رجال ايش قال على اليمس منو الدكتور طارق يوم قال مسيح حجابي خلاص غير موضوع. شوف القمر يا اخي سبحان الله ابو عوض يا ولد بغيت اموت من الضحك بغيت اموت من الضحك الضحك كذا من الضحك الحين كلهم لازم اتسي اتسي محمد يشغل معي ما في اتسي محمد عايش في الرياض هو يعني رياضي 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 وقريتي محمد رياضي وانت واضح ما في سارتين انت داري كم لي في الرياض 13 سنه وباقي كذا ريان تبغى تصدم في حاجه ريان ادي جامعة الامام حي المنيسي ريان تبغى بس تبغى تصدم في حاجه ريان طلع مدرس ايه الطالب ربي اجاب ريان ما دريت لا طلع بعد البرنامج تدري وين بيسافر؟ سطح المكتب يقول بيسافر على سطح المكتب تشوف الصور اللي تجي في سطح المكتب يخش في مجلد يخش في مجلد هذه طياره خلاص السكه بالمعدوفات لا التحكم لا عشان ما حد يشوفه انا اقصد الجبال ايه تشوف محل الطيران تشوف محل الطيران اللي في الشرع ادخل لما جيت اقول ودني ذي الدوله هم حاطين صور قول ودني ذي ودني ذي ودني يوديك لا روح محل اي محل سياحه وقول الدنيا اي مكان لو نديك ها ودي انا تعال ما تعال بر يقول انا ركب طياره بنودي يا طويل العمر عندنا لا جبل فلواع الله لا تعال تعال دقيقه في واحدة من الأجوبة اللي قالوها في لستن لستن أكبر لستن لس لستن لستن في أكبر أكبر جبال الحماس قالوا أكبر جبال أكبر قمة في المملكة العربية السودة قالوا قمة السودة غلط لا لا بس قالوا صح عليها إيش اللي جابت السودة قالوا صح بس لا غلط بس إنها غلط غلط هي ويش أعلى قمة في المملكة العربية السعودية في الحرجة في ديار طال عمرك في جبل فروع
ما هو بالاستن في وهذه المعلومه متاكد منها 100% واللي يشكك في الكلام يبحث. ما شاء الله عليك يعني متابع الاستن. عز الله عز الله انه وراني خويي حياني الاجابه عندهم من ايام حولهم انا عندنا في الديره والحيان ورا تحت ها وراني قال هذا اطول جبل اعلى قمه في المملكه العربيه السعوديه. الجواب الجواب تجي اذكر انا قالوا مدري ويش مدري ويش بعدين قالوا ابها تحلق ولا هذا السودة ابها مو السودة انا اذكر الاجابه ابها وجاب واحد ابها قلنا صح دقيقه صل على النبي صل على النبي ما حطوا خيارات عبد الله العتيبي قال عندي الجواب عجل يا ولد وحلوا الجواب ما هو بالستن الا الستن وانا جالس من اللي معي قلنا ابها وذا بعد قلت له قلت له فروع اللي بحوزي اعلى اعلى قمه في المملكه العربيه السعوديه جمل تعرف الجمل يحيى الجمل البعيد الجمل سرحاني رجال يصبر على العطش ما ادري الحرية الجبل ذا اللي انت قلت انت كنا جالسين عنده صار لنا حادث في الجنوب اللي هو من العام ورحت ازوره طلعت الديره واثره صادم ولا علمني والرجال اطول مستشفى واجيك من الديره صوب الحرجه واروح اسلم عليه واجيه طال العمر هم جلسنا عاد انه والعيال هناك ويوريني قال شفت انت الجبل ذا ايوه قلت لي لا في شعب ورا شعب ورا شعب وشوف يا ولد ذاك الجبل تكون كانه بهره لا هذا جبل جوعان هذا وين وين لا لا هذا جبل جوعان وين يقصد اللي من فوق مسطح اي هذا جبل جوعان الحجه إيه اسمه جبل جوعان قال لا قال هذا على قمه لا جبل فرواع اعلى منه اعلى من ذا جبل جوعان عادي جدا ترى عندنا جبال لا اله الا الله انت تشوف السوده بتقول انا اتحدى الى الفرواع لكن لا هم يقصون من سطح البحر الى اعلى قمه في المملكه العربيه السعوديه ارتفاعي. اعلى قمه يا طويل العمر جبل فرواع في الحرجه طيب على شكله ان نجيه يا ولد لا ما عليك مش شكل مش شكل جبال السوده شكلا اكبر من شكل جبل فرواع ولكن اعلى قمه من سطح البحر جبل فرواع هي من سطح البحر ما هي من موقعك انت انت يمكن تكون في انت مرتفع اصلا مرتفع على نص المسافه مرتفع. ترى السرى انزل من الحرج ايه سرى عبيده انزل من الحرج صحيح سرى عبيده لجيت انت يجيك الدوار الاول تاخذ يمين اللي يطلعك على الظهر خلاص قفلها ابشرك صار سيدين يا ولد رجعوها اي والله مع رجعوها سيدين الحين نفس اول اي نفس اول في ذاك الخط اللي يمر بك على ملعب فوق الظهر ما له داعي خلاص ايه في خط يلف يمين عنده ملعب يسار ملعب كوره ما في ملعب ملعب كوره المدرسه قصدك رجل الله صلى على النبي يمكن قصدك انت بعد تطلع من صلاه عبيده تروح يم قلت طالع الديره فيها اشه مدري شا ايش الديره فيها حرف الشين وش اما لقيتك صلاه عبيده وانت لك تبي الرياض تاخذ يمين هم تروح مع هذا الخط السيد وجهول كان تبغى الرياض لا انك في الطريقه ها من صلاه عبيده صلى على النبي اما لقيتك الدوار حق صلاه عبيده تاخذ يمين تاخذ يمين حلو تروح سيده سيدا ويجيك جبال يسار تجيك الجبال اللي من العام شوي فيها تجيب العافية خضار شفت بني بشر اها انت شفته هم روحي طال عمر لين جاني قال هذا قال هذا اعلى قمة اجل انت رحتهم على الجوة الجوة هي 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 وانا اقول شاه الجوة هي هي راح مع الجوة كانوا يبغون ينزلون تامر عودوا يسار يطلعون من الا الا الجوة هل الجوة الجوة في الجوة الجبل في الوع في الجوة؟ لا لا الجبل اللي تقول طيب لا بيحرم. تفرق قبل الجوة يسار بعدين تطلع يمين وزيدة زيدة لين تدخل قرى وكذا وبيجيك يطلع من السماء الجبل هناك ما هو بعيد والجبل اللي قلت لك حوله ايش هو؟ جوعان جوعان في في, في نص الحرج جوعان في نص الحرج بس اللي في جوه يشوفه؟ والله ما اذا طلعت انت على الخط العام مسكت الخط يا رجال لا يا رجال تعلق الخط مرة ثانية ما انت تاخذ يمين هم يجيك جبال يسار هم تزيد تعود يسار هم تعلق الخط مرة ثانية هو سيدة لين يجيك الحرجة هو بعيد منه بس ما ادري اشوف جوعان ولا لا والله ما اعلم لا يا حجام القلمي لا تبي عاد الصدق اسولف انا وياه نح دائم يغافصني دائم يغافصني والاخويا يلقى حاطين اهل الجنوب يبوني كل جيتنا الجنوب يجيبون اشوف حالتي بالعزيمه. ولا هنا ما يطول العمر الا هم يشوفون محلي يعاينوني 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 لو جينا يطول العمر اللي هم جايين بالطليان معهم. تستاهل تستاهل الطين والله الذي لا اله الا هو الصدق. اغلبهم في
حول دي حول حريات وحول جوه وحول كلهم ديارهم هنا. انك ما عين لهم جايين طالعين قالوا انت ما بك حيل تجي لكن تستاهل. تدري فين كان يسكن؟ المربع. من؟ هذا. نرقص في مظلات المربع. عرفتهم من عزاب. المربع ترى والله انه حلو. تالي زان. من اول. والله انه اول كان محق يجي. لكن ايش؟ لبيه. سلطان. كلنا. بيجي علمك باللي بيجي الضيف؟ ايه. أبيك. ها؟ ليه؟ ايش فيه؟ مسرح.